فترة طويلة من السباق نتيجة الظروف اللي مرت بها كل المعمورة، ارتئينا أن نقيم هذه البطولة ابتداء يعني لتنشيط هذه اللعبة وهي لعبة كرة السلة في محافظة بابل. اختارينا أن فئة الشباب ومواليد 2004. حقيقة احنا سعداء أنه لبى يعني دعوتنا خمس فرق. الحمد لله قدرنا نحقق الفوز على نادي المدحتية، وكان لعبنا كل زين الحمد لله فضل المدرب والكادر التدريبي واللواعيب، وان شاء الله عندنا هسه لعبه ويا نادي الموهبه وان شاء الله نفوز عليهم ونحقق النهائي بحال الله. والله الحمد لله زين، يعني كلعب زين، لعبنا دفاع لعبنا هجوم الحمد لله زين. فريق جنان بابل لكرة السلة الحمد لله استطاع التغلب على نادي المدحتية في المباراة الأولى بنتيجة 12-4. وفريق مثل ما شفت فريق متمرس متدرب على أعلى المستويات، وبفضل من الله نستطيع إن شاء الله نحقق بهم نتائج مبهرة للنادي. هذه البطولة بطولة المحافظة بكرة السلة لفئة الشباب تكون رافد أساسي للمنتخبات الأولمبي والشباب الوطني، وهي مسعى خير لباقي المنتخبات الوطنية، ونتأمل من باقي الفرق المشاركة مثل هيك بطولات. كان مستوى الأندية جيد جدا بوجود مدربين مساعدين ومدربين مؤهلين في مجال اللعبة.